ها يوسف، ايش رايك في الفندق؟ What do you think? Nice hotel? I wish I was a baby. هذا فندق فتح قريب، يعني قبل شهرين، جديد. هذه هي صالة، لكن انا سيمان حنام هنا على هذا السرير. محل جلوس غالبا شغل كمان. الغرفة الرئيسية. يوسف حتنام هنا انت، ها؟ مو هنا، هنا. في ايباد هنا، عندك تتحكم بالانوار، بالمكيف. صباح اليوم الثاني، ولتو لاحظت انه عند هذا البانيو احتمال هذه مو مرايا، هذا التلفاز، واحتمال يكون في منظر خرافي هنا. الحين بجرب. هذا برج خليفه وهذا جسر مقفل مكيف فوق الشارع، وديك لدبي مول هناك. ويكي ويكي، هاو ار يو 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 يو. استغرب انه هنا في الفندق. وير ار يو؟ Where are you? أول مرة تشوف الفندق، أول مرة تشوف الغرفة. تقول فين أنا؟ أنا في فندق في أي مدينة؟ السعودية. لا، سبحان الله، كنا لما أخذناها أمس من المدرسة قلنا لها حنسافر وركبنا طيارة، كنا كله حلم. ها؟ لما نشوف المسابح بسرعة. واو، في زحليقة جوا كمان. شوف الجنقة هنا. اوه، اثنين. اوب، احنا حاليا ضيوف في هذا الشو، تيم شو. مقدمة طبعا تيم، مرحبا بيكي. الله يحييكي. هذا الشو راح ينزل برمضان، ويقولوا لهم سنة يشتغلوا عليه، سنة. ما شاء الله، موافقين. شو الفوضى، كمية الهدايا ما شاء الله اللي اعطونا في البرنامج حق يوسف. هذا ديناصور طبعا. ورينا طيارة، عنده سيارة تطير. مبسوطة انك جيت دبي الحين بعد ما اعطوك هدايا؟ سلفينيان فاميلي كمان، هي تحب شيء اسمه سلفينيان فاميلي. الحين حنمشي في نفق راح يودينا الى دبي مول من الفندق. مشغلين الموسيقى في النفق حتى تستمتع وانت قاعد تمشي فيه. لما تقرب من هذا المرايا تولع لحالها. شوف. الو، يبغى يشتري كتاب. انت ما تقري كتب؟ مرة؟ صعب الواحد يمشي بالمول مع هذا الولد، كل شوية يمشي ويجري. أظن هذا المشهد يعبر عن التعب اللي احنا فيه بعد ما مشينا في هذا المول شوية. الله، تعبت. هذولا وقفوا غطوا على هذولا، كانوا جالسين في المطعم. والأمريكا هذا مرة زين. شوف الطابور عشان يطلع برج خليفة وقت المغرب. الزحمة اللي في هذا النفق يدل انه قديش الناس تستخدم المترو. هذا اللي بيصير في الصباح اول ما اصحى. بنستنى السيارة تيجي تاخذنا تودينا. الى فين انا سيمان؟ لا تقول لا تقول لا. وايلد وادي. هذا كله عشان لبسناه ملابس السباحة. جاهزين تسبحوا؟ سناني. لونا ما كنا ساعة هنا مسكين. تو صحي. ما يبغى يروح في المويه. الارض حار، شو تبي يمشي؟ خلاص رايحين البيت. استمتعتي؟ ايوه. اشتريت الترايبود هذا جوبي، اول مره اجربه الحين، بصور تايم لابس لهذا المنظر. من اول كنت اصور فيديو عادي، بعدين اسرع الفيديو من خلال برنامج المونتاج على الكمبيوتر، لكن اكتشفت ان الفيديو يطلع احلى
إذا استخدمت خاصية التايم لابس على الكاميرا نفسها. الحين بوريكم الفرق. هذا فيديو سجلته عادي بعدين سرعته باللابتوب، وهذا الفيديو سجلته على طول تايم لابس من خلال الكاميرا. إلا يأخذ الديناصور هذا كل ما يطلع. مستمتع بالمشي والمناظر، لكن إيمان تبى تكون في الفندق بالآيباد. يهو استمتعي. إيمان استمتعي بالمشي، إيش بك؟ بيعض رجلك؟ ليش أنت زعلان؟ Why are you sad؟ ها؟ شوف الرجال هذا بيسوي هاند ستاند وبيتصور عند برج خليفة، ما شاء الله حركة يا ليت تقدر تسويها. راجعين الفندق الحين وبكرة حنرجع السعودية ان شاء الله. لما نشوف اي شيء يتحرك، درج ولا صرصير، يبغى يجري. هذا بالانجليزي اسمه ترافليتر. شوفوا انحرق من الشمس اليوم. شوف ايمان جالسة برا قاعدة تستمتع بالمنظر. مستمتع؟ ايوه. توحشك دبي؟ ايوه. صباح الخير، يوم الاحد الساعه 5:30 صباح. الحين رايحين السعوديه ورايحين الى مدرسه على طول اول ما نوصل جده. صحيت ونتمنى لكم رحله ممتعه. ايمان ايش بتفكري تشتري؟ شوف قلم. يسوي الواجب مع امه، زعلان مره. اي واحده تبغى؟ برتقالي احمر. خلصت الواجب؟ هوا. الحمد لله على السلامة. احنا اول ناس عند الحزام. شوف مين صادفنا هنا. سلمي. ما تبي تسلمي؟ ايمان سلمي، لازم نسلمي على عمو نواف. اخر مرة شفته يمكن قبل شهرين. قديش انا مشغول حاليا؟ يمكن اكثر صح؟ والله ما ادري، والله ما ادري بس كثير. لازم نتقابل. يوم جاي استقبل محمد من المطار، سحب عليه. لا انت جاي استقبل صاحبه مو انا. يلا سلام، اشوفك.